يصافحكم والحب وكفنا لنهديكم أجمل معانينا ونغرس من همس الكلام أعذبه ومن قوافي القصيد أجدله ومن جميل النثر أروعه بين مد وجزر وفي أمواج البحر نخوض غمار الكلمة فتجرفنا سفينة الورقة تجدفها أحلامنا وأقلامنا لتحيل قوارفكم في مراسينا بقلوب مليئة بالحب والمودة والاحترام والتقدير نستقبلكم في رحاب مدرستنا متمنين قضاء وقت جميل معنا طبتم وطاب مجيئكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ضيوفنا الكرام أساتذتي الأجلاء أعضاء الطاقم الإداري زميلاتي زملاء التلاميذ أعيد الترحيب بكم من جديد مقدمة شكري الجزيل وامتناني الكبير أنا وجميع تلاميذ السنوات الرابعة متوسط كل من ساهم في هذه الاكتفاف الطيبة التي ولا محالة سيكون لها الأثر الطيب في نفوسنا جميعا راجية من الله عز وجل أن تدفع بنا وبهممنا إلى الأمام لنعيد لمتوسط أتباع محمد مجدها التلي. والآن أحيل الكلمة للسيد الفضيل مدير متوسطة باي محمد فليتفضل مشكور. برافو.